وينضم إلينا الزميل حسين الطنيجي. حسين لك الكلمة، تفضل. نعم، بعد أن كسوا مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالبياض لأداء فريضة الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات، ودعت المشاعر ضيوف الرحمن بالأمس بعد رمي الحجاج بعد زوال ثاني أي شمسي ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وبعد الرمي توجه المتعجلون منهم إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، حيث التزمت حركتهم نحو منشأة الجمرة بسهولة في مساراتهم بالذهاب للرمي أو العودة إلى مخيماتهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة. وبدأ حجاج الدولة مغادرة المملكة إلى أرض الوطن بعد أدائهم أعظم رحلة إيمانية، حيث قام على خدمتهم في الأرض المقدسة فريق إداري متكامل من مكتب شؤون حجاج الإمارات على مدار 24 ساعة يوميا، ضم كافة التخصصات الإدارية والطبية والفنية والوعظية والإرشادية وجميع المجالات، بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث قدمت لهم أفضل التسهيلات والخدمات لتسهيل أدائهم للطاعات والفرائض في المشاعر المقدسة بكل سهولة ويسر، وذلك وفق الخطط الموضوعة مسبقا والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الإيمانية لهذه الرحلة المباركة المشرفة. فيما لا يزال شؤون الحجاج يتابع باستمرار حجاج الدولة المتممين منهم إلى حين إنهائهم مناسكهم وتأديتهم لطواف الوداع حتى مغادرتهم أرض المملكة، إلى حين الاطمئنان عليهم ووصولهم إلى أرض الوطن. نعم حسين، حجنا مقبول وذنب مغفور وسعي مشكور بإذن الله، شكرا لك.